السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. والنهاردة زي ما عودناكم بنبدأ حلقتنا بأول فقرة من فقراتنا صحة وعافية مع رانيا بوشادي خبيرة الديتوكس والتغذية الدولية. أهلا بك يا رانيا. أهلا يا دعاء، إزيك يا حبيبتي؟ تمام. عايزين نفكر مشاهدينا يعني إيه ديتوكس. أنا بتهيألي إن إحنا يعني هم خلاص بقوا حافظين وهيسمعوا يعني، بس نقول تاني، ديتوكس ده هو عملية غسيل السموم من الجسم. يعني أنا جسمي طول ما انا عايشه وبتنفس وباكل وبتحرك وبنام وبقوم وبكبر وبتعرض لامراض وظروف الحياه والستريس والبولوشن التلوث وكل حاجه، جسمي عمال يعبي سموم، فهو عمال بياخد السموم. بعد كده تبدا بقى لا قدر الله تظهر اعراض الامراض اللي احنا طول الوقت بنسمعها. فانت جسمك محتاج تفرغي السموم منه من فتره للتانيه، زي اي حاجه، زي ما بتغسلي تلاجتك وبتغسلي هدومك وبتغسلي تراكم الاشياء دي ما تقدريش تعيشي بيه، الجسم كده برضو. اللي احنا بنتكلم عليه في علم ديتوكس ده علم، والنهارده بقوا النيوتريشنست او خبراء التغذيه بيشتغلوا عن قرب جدا مع الدكاتره في علاج الامراض. يعني بص، تلاقي مثلا مريض القلب بيروح للدكتور طبيب ولازم يبقى فيه خبير تغذيه معاه علشان مريض القلب ده المفروض ياكل ايه ويمنع ايه، ده بيساعد جدا ان جسمه يتقبل الدواء احسن. وكذلك في الكبد ولا قدر الله السرطانات والكلام ده كله. اللي احنا بنقوله النهارده ان احنا الوقايه خير من العلاج. انت جسمك زي اي اناء، يعني لو اتملى اخره هيطفح زي ما بنقول، احنا مش عايزين نوصله ده. فاحنا للاسف احنا لازم يعني هو لازم يبقى عندنا بروتوكول طول السنه، ان انا بعد شويه انا بقول كل شهر لازم يبقى عندي على الاقل 3 ايام ديتوكس. يعني ايه 3 ايام ديتوكس؟ اعمل فيهم ايه؟ بمنتهى البساطه، اشرب ميه كتير جدا طول اليوم ده، اعتمد على السوائل اكتر من المضخ، اخد شربات خضار وسلطات. واظن احنا عندنا دلوقتي يعني على صفحه البرنامج وعلى اليوتيوب افكار كتير جدا الناس ممكن ترجع لها وتشوف نصايح لاكلات، مش بس بنعمل ده رمضان، احنا بنقول لبقيه السنه. فالثلاث ايام دول كل شهر بشرب سوائل كتير جدا، شوربه خضار كتير جدا، عصاير من الحاجات اللي انا قلت عليها، يبقى داخل فيها كرفس، يبقى داخل فيها بنجر، يبقى داخل فيها افوكادو، يبقى داخل فيها بقدونس، واحاول الثلاث ايام دول انظف جسمي من السموم. ما ارجعش بقى بعد الثلاث ايام اعك تاني، ما تبقي جسمك نضف يبقى صعبان عليكي. فابدا اكل تاني بس باعتدال. يعني الناس لو تابعتنا ورجعت بقى ان شاء الله بعد رمضان كده اتفرجت وشافت النصايح اللي احنا حطيناها، هيلاقوا جدول كامل لطول السنه مش لرمضان بس. طب يلا نشوف النهارده. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل وجبه سحور ظريفه جدا جدا. احنا قلنا ان احنا دخلنا خلاص، احنا في العشره الاواخر والايام اللي باقيه معدوده من رمضان، ربنا يعني يبارك فيهم ويتقبل منا. فاللي احنا بنحاول نعمله ان احنا بنقول يا دعاء ان احنا عايزين نبقى خفيف، ما نتقلش قوي في الفطار، نركز ان احنا نشرب اكتر، بالذات ان الجو حر جدا اليومين دول. خلاص بقى الحلو دقنا كل حاجه كان نفسنا فيها، ناكل فاكهه. الفاكهه جميله يعني، في الخوخ بتاع سينا دوت والحاجات دي بينزل فتره قصيره، يعني سوبر ماركت مليان فاكهه جميله. واجي بقى بالليل ابتداء من الساعه 10 كده اخفف اكلي خالص عشان اعرف اصلي التهجد. فاحنا هنعمل النهارده وجبه ظريفه قوي الناس عشان ما تزهقش بس من زبادي زبادي كل يوم، وهي فكره برضو للولاد هايله لانها مغذيه جدا. زبادي عادي جدا، انا فضيت هنا 2 زبادي، نوع الزبادي اللي انت بتحبيه بقى. انا دايما حتى بحاول اجيب الزبادي اللي بيبقى لايت يعني. حطيته. وبعدين عندي كيوي، الكيوي انا مقطعاه حتت صغيره، الكيوي ده مليان فيتامين سي، مليان فيتامين سي ومضاد الاكسده عالي جدا. فانا بنصح الناس هو يعني مش فاكهه متداوله قوي عندنا برضو، الناس مش كتير بيحبوا بس الكيوي. بس يعني اللي انا لازم عايزين نحبب نفسنا فيه. تمام. يعني فوائده فيتامين سي هايل والاسيديتي فيه قليله، فبالتالي مش زي البرتقال. انت مشكلتك في البرتقال والاستفندي انه كتير جدا بيعملوا حموضه للناس. ده ما بيعملش كده. وطعمه حلو، يعني لو انت عايزه تتغلبي على المزازه اللي فيه ده هنشوف ازاي نقدر نعمل ده. هننزل يا دعاء الكيوي اهو زي ما انت شايفه كده على الزبادي. على الزبادي. وبعدين بقى عندي حاجه مهمه جدا اللي هي الموزه. الموزه دي بقى لعلمك يعني انا من الناس اللي بحب جدا جدا ابقى بالليل بتسحر موزايه وزبادي. الموزه بتدي طاقه رهيبه. اولا بيدي طاقه، تاني حاجه كله بوتاسيوم. انت عارفه ان هو مهم جدا كمان للكرامبات، الناس اللي بتجي لها كرامبات، عشان كده الناس الرياضيين اللي بيلعبوا رياضه او كده لازم موزه اساسيه، او ابنك رايح التمرين او كده لازم بتدي له موزه في الايه في الشنطه بتاعته. وبتديني بقى طاقه رهيبه بالذات في السحور لتاني يوم الصيام. انا هحط الموزه اهي زي ما احنا شايفين. اللي هعمله بقى
عندي سكر اللي هو ستيفيا. عايزه احنا قلنا النبات الستيفيا هو اكتر نبات امن بديل سكر، ما فيهوش المشاكل اللي موجوده في السكرين والاسبرتام والحاجات دي، ونفس الوقت محلى هيديني طعم حلو. عايزه تستبدليه بالعسل استبدليه، عايزه تعملي ميكس من العسل والسكر. انا بحاول بس ادي الناس افكار جديده ونديهم معلومات جديده. فالستيفيا ده مش ماركه، هو نبات بيتزرع في جنوب امريكا، موجود في مصر. اختاري الماركه اللي تعجبك. وهحط شويه فانيليا. فانيليا عشان يدي ايه ريحه، يدي طعم كده ظريف. الفانيليا بتدي طعم ظريف جدا. وهستخدم بقى هنا اهم حاجه الايه، زيت جوز الهند. اتكلمنا عن فوائد زيت جوز الهند، قلنا انه قد ايه مهم جدا للشعر، مهم للبشره، مهم للمخ. المخ بيتغذى على حاجتين، الكيتونز والكربوهيدرات. الكيتونز مليانه في زيت جوز الهند، موجود متوفر عندنا في السوبر ماركت بقى. خلاص مصر ما شاء الله بقى فيها كل حاجه، انا فعلا بدخل بلاقي كل حاجه موجوده بره. فهناخد منه معلقه. بصي بقى هو عامل ازاي، سايل كده. احطه، مغذي جدا وطعمه حلو جدا وبيدي نكهه هايله للحاجه. هحطه ده في الاخر، ده مش مشروب، ده حاجه هناكلها. هناكلها فاحنا هنضربه، بس احنا يعني مش هنضربه بالفاكهة. الزبادي بالفاكهة كده. بصي ضربة خفيفة، ضربة خفيفة عشان عايزاها ايه، تتاكل اكتر ما تتشرب يعني. عندي كده طبق اقدر اكل بالمعلقه. بصي قوامها عامل ازاي. ده تخيلي ان انت لو اتسحرتي كده، طبق زبادي بالكيوي بالموز بالعسل او بالسكر الاستيفيا، في فانيليا وفي جوز الهند. هو ريحته جميله كده، ريحته جميله جدا. عارفه الريحه اللي انت شماها دي، الميكس بتاع جوز الهند والفانيليا. وطعمه طبعا، احنا صايمين احنا قبل الفطار، فلو جربتي تعمليه في البيت اعمليه دعاء، حاولي تسحري بيه مره من الايام اللي جايه دي، وشوفي هتاخدي طاقه وهتشبعي قد ايه. وطبق صحي جدا جدا جدا، مش لازم السحور يبقى عيش وجبنه وبيض وفول. طبق زي ده هتديني طاقه، هتديني طاقه حصل لي وانا خفيفه، وهقدر استمر لتاني يوم لحد الفطار وانا حاسه ان انا هيلثي، وهي دي اهم حاجه. شكرا لك يا رنا. ميرسي يا دعاء، وصحه وعافيه. مشاهدينا اسيبكم دلوقتي مع باقي فقرات حلقتنا في برنامجنا النهارده.